شنو هما الاسباب النفسيه دكتور اللي كتخلي مثلا شنو هما الاسباب النفسيه اللي كتنتج مثلا اشخاص عندهم مثلا هاد الميولات مثلا للاطفال؟ طري بيان، دابا حنا دوينا على الانواع اللي كاينين. بالنسبه للاسباب، الاسباب اللي كاينه كاينين اسباب اللي هي في لا سيكولوجي، حيت كاين اسباب سيكولوجيك، كاين اسباب اللي هي في لا سيكاناليز، وكاين اسباب اللي هي ميديكال. ميديكال مازال ما معروفاش. بالنسبه لا سيكاناليز سي اوتر شوز اللي غندخلوا في واحد الحيتيات اللي هي فريمون معقده. بالنسبه لا سيكولوجي النفسيه، هنا كنلقاو النقطه الاولى هي ليموسيونيل. ليموسيونيل داك مثلا اللي ما كبرش في عقله، كيكون واحد لي ماتوريتي، واحد لو مانك دو كونفيونس اون سوا، انه كان نقص ديال الثقه في النفس، كيكبر بواحد انه لو ديفلوبمون ديالو ما التطور النفسي، التطور النفسي والعقلي ما كيمشيش، كيبقى بحال داك الطفل الصغير، كانه كيدير علاقه جنسيه طفل صغير مع طفل صغير، كانه تيلعب معاه. هنايا النقطه الاولى. كتجي النقطه الثانيه اللي تكون ان كومبلكس دو ديب. الكومبلكس دو ديب هو اللي تيكون مثلا الطفل اللي كيتعرض مثلا في اثناء الفتره ديال الطفوله ديالو من 2 ل 5 ans، انه مثلا كيوقع شي تروماتيزم او لا شي شوك او لا شي حاجه اللي كيؤدي الى هذا. ثالثا كاين النقطه الاخرى، هو انه خصنا نعرفوا بانه بزاف ديال المغتصبين اللي كيتغتصبوا ملي كيكونوا صغار تيولي مغتصب، لانه تيولي داك المغتصب هو تيل سو غفلات في داك المغتصب وتيولي تيولي هو مغتصب. وهنا كاين واحد البورسنتاج ديال 30% ديال 30% ديال المغتصبين في الصغر اللي ما كيكونوش كيداوا وما كيتبعوش لو سويدي، هادوك تيمكن انه كاين احتمالات كبيره انهم يوليو دايرين كيديروا الاغتصاب بيان سور. والنقطه الرابعه سبب هي ليكسيتاسيون سيكسويل، كتكون عنده واحد الهيجان جنسي تجاه الطفل اللي ما كيقدر. وحاجه اخرى ليكسيتاسيون اي انه ما كيقدرش يتملك نفسه، كيقدرش، كتكون لامبلسيفيتي، انه تتكون عنده ديك الرغبه تيخصو يلبي هذيك الساعه ما كيفكرش، دونك ديك لامبلسيفيتي. وهذا الشيء كلشي جاي بيان سور من اضطرابات عقليه، وهذه الاضطرابات العقليه اللي تتجي بيان سور من لا بيتيت انفون.